مدى 5 أيام كنا قد شاهدنا عروضاً مونودرامية جسدت قضية المرأة بكل ما تحمله من أحلام وهواجس، وشاركت في تلك العروض فرق مسرحية من لبنان ومصر وإسبانيا والبرتغال والمكسيك. وإذ تشكر لجنة التحكيم إدارة مهرجان لبنان المسرح الدولي الأول لمونودراما المرأة برئاسة الفنان قاسم اسطنبولي، فإنها توصي بما يلي: أولاً، أن تكون مشاركات الفرق المسرحية العربية باللغة العربية الفصحى. ثانياً، الاهتمام بالطاقات النسوية الشبابية ضمن حركة المسرح من خلال إقامة ورش فنية تهتم بالمسرح ومتعلقاته. ثالثاً، ضرورة أن تستمر دورات المهرجان للأعوام المقبلة بدعم من المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة الثقافة ووزارة التربية. وأخيراً، نوصي بعدم اصطحاب الأطفال خلال العروض المسرحية الخاصة بالمونودراما، بل إقامة ورش خاصة بهم. وشكراً. عمل الدقة للفنانة فاطمة ذياب يحظى بتكريم لجنة التحكيم. الأعمال التي ترى لجنة التحكيم إنها من الأعمال المثابرة أيضاً والجميلة أيضاً، مسرحية بلا معنى لجمهورية مصر العربية. جائزة أفضل نص داندو الكانتي. جائزة أفضل ممثلة لإسبانيا ميرن تيراكو. Es la obra que ha venido desde México, Mujer Pez de Lucero Arreola. جائزة أفضل عمل متكامل للمكسيك.